زار سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي القيادة الاستراتيجية بوزارة الدفاع بجمهورية مصر العربية الشقيقة، حيث كان في استقبال سموه الفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية. وخلال حضور سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي لغرفة القيادة الاستراتيجية، استعرض قائد القيادة الاستراتيجية بوزارة الدفاع المصرية بعض المفاصل الهامة في نظام عمل القيادة من خلال شرح تفصيلي قدمه لسموه في إطار تبادل الخبرات بين البلدين الشقيقين. كما قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي خلال زيارته للقيادة الاستراتيجية بجولة في ميدان الفروسية وميدان اسطبلات الخيل. هذا وقد أعرب سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي عن اعتزازه بالعلاقات المتميزة والممتدة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وما رافقها من تعاون مثمر على كافة الأصعدة.